وحشتنا يا ابني. الشعب يريد مدينة بالصوت. نيجي للمادة اللي احنا يعني هنشتغل عليها اللي هي 226 لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفي جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قرار بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضاء. وبعدين نفس المادة 226 قالت حاجة مهمة أوي، قالت لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية والمساواة ما لم يكن، هنا بقى جزئية، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات. يعني كده خلاص يجوز التعديل بس يكون في مزيد من الضمانات. وطبعا الضمانات اللي احنا استندنا عليها الإنجازات اللي احنا تقدمنا بيها للمحكمة بحافظة مستندات عبارة عن 866 صفحة، اللي هم دول 866 صفحة من إنجازات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا مؤمنين بيه جدا وبنحبه جدا، وعملنا الكلام ده واحنا لا لينا أي ميول حزبية ولا احنا دخلنا قبل كده أو حتى اشتركنا في محليات أو مجلس الشعب أو إلى آخره، ولا حتى في مجلس اباء. الكلام ده كله مش بتاعنا واحنا ملناش علاقه بيه نقسم بالله، ولا لينا اي هدف من وراء هذا الكلام. احنا نزلنا صورنا الورق مش على حتى مكانتنا، نزلنا صورنا الاستمارات، كنا بنصور 1180 جنيه بناخد تاكسي نروح بيها عبده باشا نصور الورق هناك ونرجع تاني. والصور اللي عملناها من جيبنا الخاص انا والاساتذه اللي موجوده معايا في انترناشونال المحاماه والإشارات القانونية، عملنا مجموعة الصور دي وبدأنا ان احنا ننزل الجلسة بيهم، واللي جم معانا النهاردة في الجلسة وكانوا موجودين دول كلهم اهل حتتنا واخواتنا وحبايبنا، ناس متطوعة وناس بتحب الرئيس. وطبعا انا لو هتكلم عن الرئيس هتكلم كتير قوي قوي، لان انا مش عايز اقول لحضرتك بداية من قناة السويس لمحور التنمية ل 41,000 فدان مزارع سمكية، ل 2 مليون وحدة سكنية في 7 سنين، ل 1.5 مليون فدان، مليون راس ماشية، لشرق التفريعة، للطبعة النووي. أنا مش يعني عايز أقول لحجم اللي اتعمل في البلد مش ممكن حد، مش هيجي حد يعمله تاني. فاحنا ده احنا يعني يبقى كتر ألف خير إن هو يوافق إن هو يكمل بينا. طبعا مش هتكلم عن الاحداث واقول زي الناس اللي بتقول سوريا وليبيا والسودان واليمن، واحنا كده قاعدين مع بعض، فاحنا في نعمه كبيره قوي، في نعمه كبيره قوي. احنا كنا رايحين زي الناس دي والرئيس ده جابنا كده خطفنا. انا شفت ونزلت، انا نزلت مع الجيش وقفت في العباسيه وقفت في المنصه وقفت، اللي كنت خايف بتخوف جدا من الفتره اللي كانت جايه لغايه ما جه الرئيس، بقيت خلاص قاعد في بيتي ومرتاح وعارف ان احنا في جيش حد قوي، وانا بسميه فتى النيل الاسمر، وانا عن نفسي بحبه جدا، واقل اقل اقل حاجه احنا نعملها معاه اللي احنا بنعمله ده، وده مش حاجه خالص. امتى جات لك فكره اقامه الدعوه دي؟ جات لي فكره اقامه الدعوه دي لما حسيت ان الايام بتجري والرئيس فاضل له 2 أو 3 سنين وهيسيبنا، ما ينفعش يسيبنا، ده كل يوم في انجازات، كل يوم في مشاريع بتتفتح، ده الراجل الساعه 5 الصبح موجود في الكليه الحربيه، بعد شويه بقى في النمسا، امبارح معرض ايدكس بتاع السلاح، قبلها بيفتح مشاريع. يعني ايه ده ايه ده ايه ده، مفيش حد يعني لو انت شفت كده تقول، لو انت مش شايف الكلام ده على عينك تقول ايه اللي بيحصل، ده كلام مش